انا قلت خلاص مفيش شوكولاتة طماطم، خلاص بقى يا حبيبتي عشان خاطري يا ماما. طيب واحدة بس. لا يا طماطم، انت اكلتي شوكولاتة الصبح لما جيتي من الحضانة، واخدتي شوكولاتة معاكي وانت رايحة الحضانة، وكفاية قوي كده، مش قادرة اديكي اي شوكولاتة النهاردة تاني. ماشي يا ماما ماشي. يلا دلوقتي بقى جمعان الدش بتاعنا، هتدخلي على طول اوان تاخدي الدش بتاعك. حاضر يا ماما حاضر. يلا يا حبيبتي علشان عايزاكي تنامي بدري النهاردة. انا مش عايزة اخد دش، الجو برد قوي، اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ كل شوية دش 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 يا طماطم دش يا طماطم، امري لله افتح الدش وامري لله. يلا بقى نزل المية يا اخي بقى، الله حرام عليك. يلا بقى يا دش انت. الله ايه ده؟ معقول الدش هينزل شوكولاته؟ ما تضحكيش عليا يا طماطم، بطلي الحركات بتاعتك دي، اطلعي من دول، انت اكيد اللي ماليه الحوض ده شوكولاته. والله ما مليته يا توته. طب استني هنفتح الدش تاني. لا المره دي انا بقى اللي هفتح، اما اشوف ازاي الدش بينزل شوكولاته زي دي. طب بس تعالي ادخلي كده. حاضر يا ستي. ايه دي يا ستي الحنفيه، مفيش حاجه نزلت يعني. هي بتعمل كده ليه؟ ايه الصوت ده؟ هو ايه اللي نازل منها؟ دي بقت حنفية سحرية دي ولا ايه؟ مش عارفة مش عارفة يا توتة، انا فرحانة قوي، كل اللي انا عارفة ان انا فرحانة جدا. يا سلام. ايه طماطم تعالي نفتح الحنفية كمان مرة، بس نفتحها احنا الاتنين مع بعض. يلا واحد اتنين تلاتة. يا خبر ابيض، دي حلوة بيضة كمان، انا بحب الحلوة البيضة دي قوي. دي شوكولاتة بيضة باين ولا ايه؟ اكيد اكيد، دي طعمها بيبقى يجنن يا طماطم. يلا ناكل يا طماطم بسرعة. ده احنا مش بس هناكل يا توتة، احنا هنعوم في الشوكولاتة. هنعوم في الشوكولاتة يا توتة. يا سلام. الله كتير قوي، دي كمان حلوة مش بس شكلها جميل. والله يا طماطم الحوض ده كده كله، انا عايزة من ده كل يوم، عايزة اعوم في حوض من الشوكولاتة والحلوة. ده احلى دش خدته في حياتي في حياتي. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناة طبعا. وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول، ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقة جديدة. باي باي, باي, باي.